الموقف المصري قايم على فكرة، على مبدئين أساسيين، إن القضية الفلسطينية هي جزء أساسي من الأمن الوطني المصري وجزء أساسي من الأمن القومي العربي. طبعا هناك خلافات ما بين بعض الأطراف العربية فيما يتعلق بهذا التوصيف، لكن إحنا عشان إحنا مجاورين وإحنا تحملنا العبء الكبير جدا من خلال 50 60 سنة الماضية، وبالتالي فإحنا إدركنا لهذا الموضوع فكرة العلاقة الوثيقة ما بين الأمن ما يجري في فلسطين والأمن الوطني عالية جدا جدا جدا، عالية عند القيادة السياسية وعند عن مؤسسات الدولة المصرية وعالية عند مواطنين المصريين. وبالتالي لأن إحنا دقنا يعني ما يمكن أن نسميه آلام كبيرة، وتحملنا مصاعب كبيرة، وتحملنا تكلفة كبيرة إنسانيا واقتصاديا وبشريا على مدى 60 70 سنة الماضية. بالتالي في هذا الجزء مهم جدا جدا يبقى واضح في ذهن المشاهد وواضح في ذهن أي مصري. النقطة الثانية هي مسألة هو كيف نتعامل مع القضية الفلسطينية. نحن لدينا معيار مهم جدا جدا جدا، أنه من خلال مفاوضات جادة وفقا للشرعية الدولية نحقق حل الدولتين. السؤال، هل حقق حل الدولتين الآن وارد أن هو يتم التعامل معاه بجدية؟ طبعا بنسمع كتير جدا جدا الكلام على تأييد المبدأ، لكن من الناحية الواقعية كيف يتم ذلك؟ هو ده السؤال اللي هو مطروح حاليا، وبنبحث في مسألة كيف نشكل كتلة عربية ضاغطة مع كتلة دولية ضاغطة وقفت تقف مع الحق الفلسطيني لكي تدفع إلى حل الدولتين بطريقة جد. العقبة الأساسية في هذا الموضوع ليست إسرائيل، وإنما العقبة الأساسية هي الولايات المتحدة. عشان نتحدث بصراحة يعني على سبيل المثال، الموقف الأمريكي الآن يتحدث عن حاجتين أساسيتين متناقضتين. هو عايز أنه يبقى في مجال لخروج ما بين قوسين الراغبين من الخروج من غزة، عبارة مطاطة وتحتمل كثير من التفسيرات، وفي نفس الوقت هو ضد أن يكون هناك وقف إطلاق النار. بيتحدث عن هدنة إنسانية أو هدنة إنسانية لمدة ساعة أو ساعتين عشان ندخل 20 30 شاحنة، وبعد كده يستمر القصف الإسرائيلي وآلة القتل الإسرائيلية تستمر في عملها الهمجي الذي يعني شهدناه وما زلنا نشهده حتى هذه اللحظة، وليس هناك أي رادع لهذا الموضوع. دعني أشير هنا إلى نقطة مهمة جدا جدا جدا. الولايات المتحدة ليست غامضة في موقفها، هي تبدي هذا الغموض لنا وللعالم. هي تتكلم عن دخول المساعدات، تتكلم على خروج الراغبين في الخروج، تتكلم على خروج ما يمكن سمى الحاملي الجوازات المزدوجة أو الجنسيات المزدوجة اللي موجودين في غزة أو عالقوا في غزة في 20 يوم أو 23 يوم الماضية. لكن في نفس الوقت هي بتدي إشارات خاطئة في بعض الأحيان ونحن ندركها. يعني أنا كباحث أدركها، وأعتقد أن القيادة السياسية طبعا مدركها تماما تماما. عشان كده الحسم اللي موجود في الموقف المصري هو بعبارة شديدة لا تصفية للقضية الفلسطينية على حساب الآخرين. الآخرين هنا مصر والأردن عشان نتكلم بصراحة.